هل يجوز أداء سنة الضحى قبل صلاة الظهر ب20 دقيقة، علما بأنني لا أصليها، وذلك بسبب انشغالي بأعمال المنزل، وقد أذهب أحيانا إلى المستشفى فأتأخر، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. تحديد نهاية صلاة الضحى ليست في صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر قد تتقدم وقد تتأخر، وإنما تحديدها بزوال الشمس، أو على الأصح بوقوف الشمس في كبد السماء. فإذا حاذت الشمس الرؤوس حينئذ ينتهي وقت صلاة الضحى. فتحديدها هو بتوسط الشمس في كبد السماء محاذية للرؤوس، بحيث لا يكون هناك ظل، بل يتقلص الظل في هذا الوقت. هذا وقت نهي منهي عن الصلاة فيه، وما قبله فهو وقت لصلاة الضحى، ابتداء من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط في كبد السماء كما ذكرنا.